طبعا يعني احنا يمكن على طول بنتكلم مع حضراتكم عن المشروع القومي إلهام، سكن لكل المصريين، سكن لكل المواطنين، متوسطي الدخل، منخفضي الدخل، فوق المتوسط، ويمكن ده من أهم المشاريع اللي بتنفذ في الوقت الحالي تقريبا في كل محافظات الجمهورية، وهناك كمان اهتمام من القيادة السياسية بتنفيذ هذا المشروع، وأن كل مواطن مصري يكون عنده شقة وسكن كريم في وقت قياسي، وأيضا حتى يعني في الوقت الحالي بيتم اختيار المواقع في المحافظات المختلفة. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع امبارح لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، ووضح كمان أنه هذا المشروع بيتضمن بناء نحو 500,000 وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، وقال أنه هذا الاجتماع بيأتي لمتابعة توفير قطع الأراضي المقرر إقامتها أو إقامة هذه الوحدات عليها. المهندس خالد صديق مدير صندوق تطوير العشوائيات، صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. سكن لكل المصريين ده بيعتبر من أهم المشاريع القومية اللي بتنفذ في الوقت الحالي بتوجيهات طبعا من القيادة السياسية، وأنه يجب أن يتم تنفيذه في أقرب فرصة أو في وقت يعني محدد. إحنا هنا بنتكلم عن المراحل الثلاثة، سواء لمنخفضي الدخل، متوسطي الدخل أو فوق المتوسط. إحنا وصلنا لحد فين حتى الآن؟ هذا ما كانت تكلفة الكاس الرئيس حوالي شهرين ثلاثة كده بدأنا نشتغل على التكليف ده اللي هي تطوير عواصم محافظات المدن الرئيسية. عملنا ثلاث مراحل، أسبقية أولى وأسبقية ثانية. خدنا من الأسبقية الأولى أسبقية عاجلة اللي هي عشان نبدأ نشتغل على طول، وصلنا 32 قطعة أرض في 14 محافظة بتوفر حوالي 117,000 وحدة سكنية على مساحة 165,000 فدان. والحمد لله بدأنا يمكن في بعض المشروعات نسبة تنفيذ وصل فيها 20% في خلال الثلاث شهور اللي فاتوا. يعني الحمد لله يمكن السيد الرئيس طبعا قال لنا نخلص المرحلة دي في سنة ونص، واللي بتقوم بتنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. والاقبال عليها كبير كمان، يعني يمكن انا يعني لما جينا بصينا كمان على اخر المستجدات الناس التي تقبل على هذه الوحدات عددهم كبير جدا نظرا للتسهيلات كمان الموجوده ليهم. احنا على فكره احنا بنناشد جميع المستويات، على فكره احنا برضو مش متوسط فوق متوسط، ما هي ثلاث مراحل بنحاول. لا ده غير كمان، لا ده احنا كمان في عندنا استثماري اللي هو الحاجه الراقيه جدا. احنا دلوقتي بنوفر ليه؟ احنا الناس بتاعت اللي هي ناس متيسره الحياه تقول لك احنا عايزين انتوا عمالين تعملوا العشوائيات، تعملوا للتطوير الحضري كومباوند وتعملوا شغل راقي جدا. احنا عايزين حاجه زي كده جوه المدينه، مش عايز اروح للمجتمعات العمرانيه او حاجه، انا عايز جوه مدينتي بس تاخدها بضمانه الدوله. تاخد حاجه بضمانه الدوله وحاجه راقيه اضمن فيها فلوس وساعه عمري في البلد دي كده يعني. فعشان كده بصينا لهذا المحور، الناس لمتنا فعلا بجد. احنا لو بصينا على صفحاتنا الناس بتقول لنا احنا فين منكم؟ انتوا ما بتفكروش فينا ليه؟ ففعلا بدانا نفكر فيهم. وهنا برضه في نفس الوقت خلينا نعترف احنا بنستفيد، ان احنا لما نبيع بسعر استثمار طبعا اقل من سعر السوق شويه، فالناس بتجيلنا اكتر علشان نقدر نصرف على المحاور الاخرى. فهنا دي بنقدر نلبي جميع احتياجات مستويات الشعب. فدي ان شاء الله دي حاجه مبادره جديده جدا واللي هي اطلقها سياده الرئيس وننطلق فيها. احنا عندنا المستهدف بتاعنا في تطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسيه حوالي 500,000 وحده، فده رقم مش قليل. المواقع بقى واختيار المحافظات واختيار المواقع فين؟ احنا اطلقنا المبادره واستنى في اجتماع مع دوله رئيس الوزراء مع اجتماع المحافظين، واطلقنا المبادره وقلنا لهم تعليمات سياده الرئيس مثلا ان احنا هنوجد اراضي، فجميع الجهات اي ارض موجوده جوه المحافظات. طبعا الناس مش هنلاقي في اماكن مش هنلاقي فيها اراضي، لا لقينا اراضي المحافظات ارشدتنا على اراضي معينه، وفي ضابط الاوقاف وزاره الزراعه وزاره الري القطاع وزاره قطاع الاعمال، جميع الجهات اللي تمتلك اراضي جوه المدن اتاحت اراضيها لينا عشان نشتغل عليها. وده حاجه مبادره كويسه جدا، وتفاعل بين كل جهات الدوله عشان نخرج المشروع ده للنور. احنا ان شاء الله يعني تقريبا زي ما قلنا المستهدف للانتهاء من هذا المشروع القومي الهام حضرتك ذكرت سنه ونص. سنه ونص للمرحله العاجله، لكن ان شاء الله هيبقى المشروع كله هيبقى ان شاء الله ثلاث سنوات
بالتزامن مع مواطن حياه كريمه، اللي هي طبعا مواطن حياه كريمه مش الصندوق ما يختصش بيها، هي مع وزاره التنميه المحليه ووزاره الاسكان، ولكن طبعا عشان يبقى كل مصر بنشتغل فيها تطوير من جميع محاورها، بحيث نقدر نقول ان في خلال الثلاث سنوات دول في رؤيه وصوره ثانيه خالص بصريه هتختلف في جميع ربوع. تمام، لكن يمكن زي ما احنا ذكرنا المشروع ده سكن لكل المصريين لكافة المستويات، ولكن خلينا نركز على منخفضي الدخل، لأنه يمكن هذه الفئة من أكثر الفئات اللي رحبت جدا بهذه المبادرة، واللي كانت طبعا في أمس كمان الحاجة ليها. ويعني خلينا نركز أكثر على هذه النقطة، احنا بنتكلم على أنه هل هناك شروط معينة يعني مفروض الشخص يقدمها، يعني ايه الضوابط، ايه الاجراءات، يعمل ايه، يقدم ازاي، عايزين نوضح النقطه دي. احنا دي مرحله الدراسه دلوقتي للطرح، ولكن مش هيبقى في شروط مقيده او حاجات مقيده للناس، لان احنا خلاص بقى احنا وصلنا. فاكره لما كانت الرئيس في احدى الافتتاحات كان افتتاح الاثمارات المرحله الثالثه وقال احنا هنتيح سكن لكل الناس اللي هيطلب شقه هيلاقيها؟ صحيح. فعشان كده احنا هندخل بالمبادره بتاعتنا دي تطوير عواصم المحافظات دي، ان احنا هندخل بيها بدون اشتراطات مقيده قوي، هنقدر نقول ان احنا بنفتحها للناس علشان ما نقولش ان كل ما نلاقي الناس نفتح لهم الاشتراطات، يعني نلاقي الناس شريحه كبيره من المواطنين تستفيد بمبادرتنا ان شاء الله. ودي باذن الله مع كل عشان نتاكد حتى ان هم بالفعل يعني او بنستهدف الفئه دي، يعني اكيد بيبقى في استعلامات او بيبقى في اجراءات علشان نتاكد اذا كانت يعني هذه الفئه مستحقه او لا، يعني هل مثلا هيكون في تنسيق مع وزاره التضامن الاجتماعي. يعني هذه الفئات برضو لازم تبقى يعني تستحق هذه يعني السكن ده. طبعا عندنا الشرائح المختلفه دي، مثلا اللي هي السكن اللي هو بدل محاور، بدل المحاور الفتح او تطوير عشوائيات، لازم يكون اشتراطات ان يكون هو فعلا من اللي كانت المنطقه في بحث وفي تخطيط للحصر اللي حاصل ان يكون في المنطقه. لكن بس لو وصلنا لاخر مرحله اللي هي الاعلى اللي هي السكن الاستثماري الراقي، اي حد عايز يحصل يحصل على طول. اكيد هو بيدفع ثمن الوحده دي كاملها بكل مشتملاتها حتى بالبروفيت اللي عليها. فهو كده دلوقتي يعني كل مرحله او كل تصنيف من التصنيفات اللي مطرحها ليها اشتراطاتها وتقييدها، مثلا اللي هو بيحصل على شقه عشان هي تطوير عشوائيات او هي محور المحاور اللي اتفتحت، لا ده لازم يكون ساكن في المنطقه اللي فتح فيها المحور او المنطقه اللي هنزلها. صحيح. يكون موثق، كل الحاجات دي لازم طبعا فيها اشتراطات، مش مفتوحه كدي مرحله. بالظبط. الثانيه اللي هي الاستثماري، لا دي ممكن تكون اشتراطاتها مفتوحه قوي، اللي عايز يحصل ان شاء الله، حتى لو حد قال انا في الاستثماري ده هحصل على وحدتين لان الموضوع ده مش مدعم، فهو هياخده بثمنه، فبرضه ممكن يتيح هذا للمواطنين. شكرا لحضرتك المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، شكرا ليك يا فندم.